أني كنت عنده رحمه الله قبل وفاته بليلة، كذبوا وفجروا أن الشيخ أصيب بسرطان في لسانه، والله ما قالوا قولة الحق ورب السماء، وأباهل على هذه وعلى غيرها. أصيب رحمه الله نعم بداء أصاب الكبد، وكثير من الفضلاء وغيرهم يصابون. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله لا يبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره، فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء وله عبادة فيما يكرهه، وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره. هناك تتفاوت الرتب بحسب توفر اليقين والإيمان في القلوب ومكانته وتمامه وكماله. والله ما أصيب إلا بكبر رحمه الله، بل أذكره رحمه الله أنه كان يطالع، ولما ضعف في آخر أيامه وهن رحمه الله، نعم ما يستطيع القراءة، كان يأمر ابنه عليا أن يقرأ عليه، أو عبد الملك، ما يستطيع الشيخ يقرأ ولا يستطيع الجلوس، كان على الفراش رحمة الله عليه. فدخلت عليه في غرفته الخاصة وإذا بكتب أهل العلم من علوم القرآن وغيره تقرأ عليه، بل يقول لي ابنه: والله يا شيخ يعني ما أنا أقرأ، يعني ما تعود القراءة بهذا الطول وهذه الساعات الطوال، يقول أقرأ أقرأ بس أخذ نفس أو أشرب ماء، يقول اقرأ اقرأ. هذا الكلام قبل دخوله في غيبوبة الوفاة بليلة. ثم ثاني يوم سمعنا وفوجئنا بهذا الخبر، وكان رحمه الله أن دخل في هذه الغيبوبة التي أصابته يوما واحدا ثم فارق الحياة. وهذه المفارقة يقول بعض الأطباء الذين كانوا يعالجون، كثير من الناس يدخلون هذه الغيبوبة لا ندري متى، بعضهم يبقى ليات وهكذا وأنابيب، يبقى أياما ويبقى شهورا وبعضهم سنين، وهذا فيه عذاب ومشقة. الشيخ أراحه الله جل وعز واختار له الخير والصالح له ليلة واحدة، وكان في غيبوبته يفيق كما أخبرني ابنه علي، كان يفيق ويقول يا علي، ينادي ثم يغيب ثم يفيق يا علي ثم يفيق يغيب ويفيق، وفي الثالثة أو الرابعة أفاق، قال: بلغ المشايخ والإخوان، قال: بلغ المشايخ والإخوان أن يعتنوا بالعقيدة والتوحيد. ثم غاب وفارق الحياة وهو يشير بأصبعه رحمه الله في السبابة، ثم غاب ومات رحمه الله، غفر الله له. والأعمال بالخواتيم أيها الإخوة، كما قلنا العمر بآخره والعمل بخاتمته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، كما في البخاري.